غنفتني العلماء البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ما زغمان ناحية صغيكا أرتيني ناودي المعصيت واللي كان المعصيت يسنيسي إسعى ربي تبارك وتعالى. يعني أريد تراجع غيكا دوغيون سيتنادم دوغيون سريت يعني إلا بدا إلا بدا كان المهم كانت غوصو راس الميم وراس الميم غير الخاطر يعني النكمة ديما وليت لهن البدعة وهو أريد ظنو بأنه غندير هاي هي الحق راه فلاس يدافع راه فلاس يموت راه فلاس يعني في كل ما الدرس إلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني يرتين العلماء ولا الكثر المفسرين أنه لا ينطبق في اللي كان البدعة في الدين والعياذ بالله. أشكون إنسان يغدي لهذه البدعة وريمكن تدي ترى رسأس الخاطر يتيني الديني تعيش يتيني الإمام الشاطبي يتوب الكافر ولا يتوب المبتدع نقلا عن كثير من من السلف. يعني انه يقدر يتوب ولا يكفر ولا يتوب ولا يلهم البدعه ماشي بمعنى انه يقنف الناس الباب ولكن الزغل معناه يعني يشقف الديوري غالبا ان يتغمغون شكان والعياذ بالله. غنى فينا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حجز التوبه عن صاحب كل بدعه حتى يدع بدعته.